صدق يا سعيد، توني أفكر فيك والقاك قاعد هنا. هي نورة رجعت؟ لا. أجل ليه قاعد هنا؟ مش عارف. لا عارف، بس أنت كابر، موضوع ما يهمني. من فضلك أنا فهم، سيبني أعمل اللي أنا شايفه. يا سعيد، سوي اللي أنت حاس فيه. ما تيجي نغير الموضوع، وراك معاد ولا إيه؟ إيه والله، عندي موعد مهم، بس معي وقت. بعت السيارة، معي شوية فلوس من النظارة، وعندي موعد مع الشيخ طلال. مين طلال ده؟ هذا أكبر مستورد مكائن وبلاستيك في السعودية. راح تحل له مشكلة بالنظارة؟ إلى الآن ما أنت مصدق إن النظارة راحت؟ باعت؟ مش عارف. حتى لو النظارة ما ضاعت، أنا اتخذت قرار إني ما عاد أستخدمها مرة ثانية. من راح تعمل له الرجل ده؟ بشتري منه مكاين. مكان إيه؟ مكاين نماذج بلاستيك. هتعمل إيه بالبلاستيك؟ حلم عمري. حلم عمرك إنك تجيب بلاستيك وتعمل صواني ومعالق وشوك وأطباق؟ وهذه هي معلوماتك عن البلاستيك؟ لا، في معلومة تانية. عندنا نادي في مصر اسمه نادي البلاستيك، في لعيبة كويسة أوي. يا سعيد، إلى متى وأنت تحب التهريج والإفيهات؟ هذا حلم حياتي. حلمي إني أسوي مصنع سعودي وطني لصناعة النظارات، نظارات سعودية. نسيت يوم أقول لك إن هذا حلم أبوي؟ الحقيقة نسيت. خلك في الحديقة.